قناة على بركات وفي قناة إيمان ريفيو، قناة لنشر ملخصات الكتب وروايات. في هذه الحلقة أقدم لكم قراءة في كتاب السعادة تنبع من الداخل لجون باول اليسوعي، وهو كتاب للباحثين عن السعادة ولمن يبحثون عن معرفة وخبرات للحياة وللذين يشعرون في حياتهم بالبؤس والشقاء. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو إذا رقكم المحتوى. وككل بداية أترككم مع نبدا عن حياة الكاتب جون باول اليسوعي. كاتب ألماني اسمه الحقيقي يوهان باول فريدريش ريشتر، ولد عام 1763 في فون زيدل. كان ابنا لأحد المدرسين وعاش في ظروف شديدة الفقر. توفي والده مبكرا، وكان من المفترض أن يدرس جون باول علم اللاهوت في لايبزغ، إلا أنه اتجه إلى الكتابة والتأليف. وبعد فترة إعداد طويلة ورفض دور النشر لأعماله، كتب جون باول أعمالا جعلته مشهورا لسنوات قليلة، وأهمها سر البقاء في الحب، ولماذا أخشى أن أقول لك من أنا، وحب بلا شروط. وعندما كتب أحب أعماله إلى قلبه تيتان سنوات المراهقة، لم يجد نجاحا يذكر، فاعتزل الحياة وعاش على هامشها إلى أن توفي في 62 من عمره سنة 1825. في نفس كل واحد منا حاجة فطرية إلى الشعور بالبهجة والسعادة، فترى الواحد منا يسعى إلى إشباع حاجاته، فحين يطرق بابا سيجد فيه من اللذة والسعادة ما يريد. يرجو أن تدوم لذته وسعادته دائما وأبدا ولا تكدره الشوائب والمنغصات، فعندما تذهب هذه السعادة يطرق بابا آخر حتى يصاب بنوع من اليأس من أن تدوم هذه السعادة. وهذا ما يشقيه ويتعسه، إذ إنه يطلب من الدنيا أن تصير فردوسا، وهذا ليس بصائر. فما من شك أن توقعاته وآماله سواء من الحياة أم من الآخرين لها أكبر الأثر في إحلال قدر من السعادة. لكن بقدر ما ينتظر أن تروق له الحياة وتعوضه وأن يأتيه من يخلصه من كل الهموم والآلام والأحزان ويعوضه بالسعادة والفرح والهناء، بقدر ما تزداد تعاسته وشقاؤه عندما تتفتت كل تلك التصورات الوهمية وتتكسر كل تلك الأحلام. إن السعادة ليست معادلة سحرية ولا انعطافا يلوح في الأفق، وهي لن تتأتى بتزوير الواقع ولا بانتظارها من الخارج، وإنما تنبع من داخل الفرد بمعايشة الواقع والتصرف من خلاله للوصول إلى حالة الرضا والتصالح مع النفس والآخرين والذات والحياة رغم المشاكل. أحد الأسباب الكامنة وراء تعاسة الإنسان يكمن في الرسائل والأشرطة المسجلة بداخله في مراحل الطفولة والصغر. حينما كان صغيرا كان يرى العالم من خلال الوالدين والأقربين، حينها كان محملا بالكثير من الأسئلة حيال العالم، والأهم من ذلك حيال نفسه. ومن الأسئلة التي كان يبحث لها عن جواب هي: كيف أكون سعيدا آمنا مطمئنا؟ وأغلب الأجوبة التي وردته كانت من خلال كلمات الكبار، والأهم من ذلك من خلال أفعالهم. فحين كان يسمع ويشاهد ويتعلم أن الأهل يقلقون حيال المال ويسعون وراء تكنيزه وتكثيره، فحينها يستنتج أن المال هو المهم، وأن المال قد يكون سبيل وصوله إلى النجاح والسعادة. وإن شاهد الأهل والأصحاب ورأى منهم تعويلا واتكالية على الآخرين وكانت كلمات مثل هو أغضبني، لقد أفسد يومي، استنتج أن للآخرين سطوة وأثرا، فبإمكانهم أن يمدوه بالفرح وبإمكانهم أن يتسببوا في إغضابه، وحينها يكون بين مقبل ومدبر، بين منبسط ومنقبض من الناس. نحن نكبر برسائلنا وتصوراتنا التي تكونت في الصغر عن الناس والنفس والعالم، ونخشى أن نقربها، فنبقي على أمور الماضي كما هي، نبقي على الأفكار كما هي، وبخاصة الأفكار والصور التي كوناها عن ذواتنا وعن أنفسنا مهما اشتملت على أغلاط، نخشى ولوج هذا الباب. لكن إذا كان المرء منا يريد أن ينمو فعليه أن يتحرر ويتقبل التخلي عن بعض أفكار الماضي، ففي النهاية
أنت لست منتجا بسيطا لتجارب الماضي، بل أنت منتج ما تصنعه وتفعله بهذه التجارب. فوقوعك ضحية لأفكار وتشوهات عندما كنت طفلا ليس أمرا إراديا، لكن الاستمرار في أن تكون ضحية بالغة هو أمر إرادي. لذا يجب عليك أن تقدر ذاتك وتقبلها بما هي عليه إذا كنت تريد أن تعيش بسعادة حقا. إنه لمن الشرف والعزة أن يريد الإنسان لنفسه الرفعة والعلا، وأن يترفع بنفسه عن دني الخصال إلى قممها. عندما يريد الإنسان أن يحسن من نفسه فهذا أمر جيد يحثه على النمو والتغيير نحو الأفضل، لكن عندما يكون هدفه الكمال ويشعر بأن ما دون الكمال فشل ونقص، يؤول به الحال إلى الشعور بالمرارة واليأس في كل عمل يقوم به. وهذا السبيل يؤدي إلى الشقاء والبؤس والصراع الدائم مع الذات وتحميلها ما لا طاقة لها، ويجعل صاحبه يجد صعوبة في تقبل الأخطاء التي يرتكبها والزلات والهفوات التي تصدر منه، ويجد كذلك صعوبة في قبول هذا الضعف من نفسه وهذا النقص في ذاته، مما يجعله تعيسا في حياته. وتفتقر الكمالية إلى الواقعية في التعامل مع النفس أو مع الآخرين، وترفض التعايش مع النقص والضعف البشري. والشخص الكمالي يعتقد أن قبول الآخرين له رهن بإنجازاته وأعماله، وأن قيمته الذاتية متوقفة على ما حقق، فتراه يجد نفسه مرغما على النجاح لأنه في فزع وخوف من أن يفقد قبول الآخرين وحبهم له. الكمالية محاولة مؤلمة، أما العمل في سبيل النمو فليس كذلك. فالنمو مسيرة متدرجة يكتشف فيها الإنسان نفسه ويتعرف على قدراته ويحسنها شيئا فشيئا بصبر وأنا، ولا يتعجل النتائج. أما من ينشد الكمال فيتعجل النتائج ويكون محموما بها. أما من يعمل على النمو فإنه يعلم أن سبيل السعادة والنمو مسيرة حياة نتدرج فيها، ننتقل فيها من خطوة إلى أخرى، ونعايش كل خطوة بكل ما فيها من نتائج سواء كانت ناجحة أم فاشلة. فكل تجربة تزيد من خبراتنا ومعارفنا وإدراكنا، كالقبول بالنجاحات الصغيرة المتتالية. وهذا هو المقصد من أن نعيش رحلة نمو نعاين فيها كل الظروف بحلوها ومرها، وألا نقصر من قيمتنا وتقديرنا لذواتنا على النتائج والإنجازات، إذ إن النتائج ليست بالضرورة معبرة عن السعي، فبعد سعي العبد تأتي إرادة الله ومشيئته وتوفيقه وتدبيره للأمور وتصريفها. وفي رحلة النمو لن تكون مجبرا على النجاح ليقبلك الآخرون، بل أنت مجبر على أن تكون صادقا مع ذاتك، ولن تشعر بحاجتك إلى اصطحاب حقيبة من الأقنعة تخفي وراءها وجهك وتواري تحتها حقيقتك. كلما دعت الظروف خوفا من ألا تروق الناس، فقد سترى ما هو حسن في ذاتك وتطوره، وترى ما فيه سوء في نفسك وتقبله وتحاول إصلاحه وتهذيبه.